inside. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. Inside of me, in this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn, can you stay and I will grow? السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم نط بكري بزاف، نط صباح بكري، عمري ما نط بكري بحال اليوم. لحقاش خصني نجمع الدار، خصني نسيقها، الدار كامله خصها تكون نقيه، تكون فيها ريحه زوينه. لحقاش فاش يجيو عندك شي ناس اول مره يدخلوا عندك، خاص يلقاو دارك نقيه وزوينه وهي هذيك. وغادي نوجد معكم واحد الغداء زوين بزاف غيعجبكم ان شاء الله، وبزاف الحوايج غادي يكونوا في هذا الفيديو زوينين. المهم اول حاجه بديت بهاد الكور هذا، سيقته حكيته مزيان. علاش؟ لحقاش كان داك العجاج داز، ولاكور راه معري، كيكون معري من الفوق وعمر بالرمله، عمر بديك الغبره بزاف. صافي كان ضروري خاصني نحكو مزيان، خاصني نسيقو باش ما تبقاش ديك الغبره، باش اللي خرج لاكور يعني باش منين تولي تدخلي ما تدخلش ديك الغبره وداك الشيء الزربيه، خاص يبقى كل شيء نقي. المهم دغيا دغيا حكيتو هاد لاكور وحكيت لاكور لاخر، سيقت الدار كامله، جمعت بيت الناس، بيت الكلاس، الكوزينه، كل شيء قديتو مزيان. بعد اول حاجه على ذكر الكوزينه، كانوا بزاف البنات قالوا لي حيدي دوك الماعن اللي معلقين من تما، ما كيجيوش زوينين. انا راه ديجا قلتها لكم في داك الفيديو النيس، قلت لكم راه غادي نحيد هادشي كامل، يمكن ما وصلتوش لذاك المقطع تاع الفيديو. واكس بعض الناس هذوك فئه قليله اللي هذوك كيسبوك عايروا الوالدين على علاش، على حساب زعما حيت كوزينه علقتي فيها الماعن وداكشي عايروا لك والديك، يقول لك لا انت ما كبراش الخير، راه حشومه بحال هكا يعني، حشومه كاع، حشومه لواحد الدرجه كبيره. انا بدات تصدمت من بعض الناس، هما فئه قليله ولكن فئه قليله بزاف، يكونوا شي 7 ولا 6 ديال البنات، وكتلقيهم بنات وكيعايروك وكيسبوك وعلا وانت ما كبراش في الخير وعلاش كديري الكوزينه هكا. انا كنت قلت لكم في داك الفيديو ان ماما كانت علقاتهم ليا تما في رمضان، فاش كانت دوزات معايا واحد الايامات، ماما كتبغي الحاجه تكون قدامها، تكون معلقه حداها هكاك مولفه، فهكاك خليتها على خاطرها. هذا هو هذا هو السبب، صافي ماشي مشكل. المهم دابا غادي نصبوا الدجاج، غادي نديروا دجاج محمر اليوم، غادي نديروا انا بطريقتي. المهم هنا درت معلقه ديال السمن، درت 2 معالق كبار ديال المعدنوس مقطعين مع شويه ديال الثومه، درت الضويمه، درت 2 معالق ديال البصله مطحونه مع نص حامضه. صافي دابا غادي ندير العطريه كامله، سكينجبير، البزار، الخرقوم، الملحه، القزبر مدقوق، وكيف ما قلت لكم الضويمه الا كنتو بغيتو ديروا الضويمه ديروها، ما كنتوش بغيتو يعني الا بغيتو ديروا الطريقه ديالي في الدجاج محمر كتجي زوينه بزاف وسهله وكيجي بنين بزاف بزاف. كنتو بغيتو ديروا الضويمه، كاين اللي كيقول لك الضويمه ما زعما ماشي صحيه، في بلاصتها تقدري ديري زعفران شعره، هكا كيجي الطياب زوين بزاف. صافي هنا راه شديت الدجاجه، تقبتها مزيان من الصدر باش كيدخل لها الطياب وكتجي تصدر بنين، هذه حاجه معروفه. وكندخل لها العطريه ما بين تما الفخيضات وداكشي كلشي. صافي غادي نشرملها مزيان مزيان، نشرملهم بجوج بهم. هنا راه درت واحد الغلط، كان عليا بعدا نشرملهم في الكسعه هي الاولى، هنا انا زعما بغيت نربح الوقت بلا ما عاد نبقى نشد نشرمل في الكسعه وعاد رد الكميله، صدق درت واحد الخدمه معاوده. عرفتوا علاش؟ لحقاش هاد الكميله هادي ما هزاتش ليا 2 فرارج، انا كنت قلت للمراد يجيب ليا 3 يكونوا صغار، يكونوا مقدودين يعني يكون فيهم غير ديك الكيلونس وداكشي، وجابهم كبار بزاف، فما درتهمش ب3، درت غير 2. يلا قلت غادي يلا غيهزهم ليا هاد الكميله غيجيو زوينين يعني 2 كبارين. ما هزاتهم ما هزاتهمش ليا وصدقت مقولبه. صافي عاد وليت عاوتاني رديتهم في الكميله الاخرى ديك الكبيره، هانتوما غادي تشوفوا، عاد غادي نرجعهم فيها. صافي شرملتهم هنايا،
وغادي نشد ديك الشاميله ديالهم حتى هي غادي نرجعها لديك الجميله الكبيره، ماشي جميله، الطنجره. يعني انا ما كنبغيش ندير ديك الطنجره كبيره، هذيك راه كتهز 5 ديال الطيور ولا 6. كنقول هذيك راه كبيره بزاف، ما يمكنش. صدق درت فيها، واخا كبيره درت فيها لحقاش، هذه ما هزاتهمش ليا. هذه تقريبا ها انتم كتشوفوا، يعني هتهز لك غير في الروج واحد ولا جوج صغارين. صافي هادشي اللي غادي تهز، ولا 3 صغار. تهز 3 صغار بحال هكاك تهزهم، حيت ماماك مولفه كطيب فيها 3 صغورين مقدودين، هادوك اللي كتكون فيهم كيلونس، ماشي بحال هادوك يكونوا كبار، ما كيجيوش في الجميله، كيجيو كبار. هادي تقدري طيبي فيها حتى 4 ديال الفرارج، يجيو زوينين. صافي هنايا راه درتها في الطنجره، نتوما شفتوا قلبتها تماك. وصافي جيت درت تقريبا 4 ديال البصلات مشلضين درتهم عليها، ومرقت. درت هنا 2 كيسان ديال الماء، هاد الكيسان راه كيزو لي انا نسيطرو نيسان. تقريبا درت يطرو ديال الماء هنا، قلبتهم على صدرهم، وصافي غادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم. مع هذيك الساعه غادي نرجع باش نحيدهم من هنا، باش نحيد هاد الفريرجات من هنا، ندخلهم للفران. وديك الساعه نطلع الدغميره ديالي. بالنسبه للزيت انا درت كاس مخلط ما بين زيت الزيتون والزيت الاخر العاديه، غير هو انا كنغلب زيت الزيتون على الزيت العادي، كندير زيت الزيتون بزاف. صافي هنا تطلعت لي الغليه مزيان في دوك الفرارج. صافي راه هنا كنبقى لهم زعما شويه وغادي يطيبوا. عاد خويت الزيت، كتكون ديك الساعه الدجاج شد ديك الشرموله، شد داك العطريه كامله شدها، عاد ديك الساعه تنخويو الزيت. صافي دابا صافي غادي نخليه حتى يكمل الطياب ديالو مزيان على خاطرو. مره تنقلبو بحال هكا باش ما يلصقش ليا في القاع ديال الطنجره. صافي وغادي نخليه يطيب على خاطر خاطرو، ومني غيطيب كيف ما كتعرفوا غادي نحيدو من تما، ندخلو للفران ونطلع الدغمير. خليت الدجاج ديالي طيب، وجيت باش نرتاح شي شويه. عرفتو كنت حيدت هاد البيجامه هادي ولبست بيجامه واحده اخرى، وقلت هذيك راه تكون بارده على هذه، صدق العكس، صدقت هذه هي اللي صدقت هذه هي اللي بارده، ولي طبيت اختي بيجامتي. المهم عرفتو كيكون عندنا واحد الصهد بالنهار، كنكون ساده انا الشراجم كاملين بالنهار، حتى الليل عاد كنحل الشراجم كتبدا تدخل واحد الهواء زوين صراحه بالليل. اما بالنهار كنكون ساده لحقاش كيكون كيصوت الهواء سخون، الدار كتسخن دغيا، خاص ضروري يبقاو الشراجمات مسدودين باش كتبقى الدار زوينه وبارده. المهم من بعد من هذا الشيء غنشارك معكم واحد الكيكه نخليه للصباح، رخامي اقتصادي وكيجي زوين بزاف بزاف، غيعجبكم. المهم بدا باش درت انا هذا المقطع هذا، بغيت نهضر معكم على واحد الحاجه هي بالنسبه للكوزينه. فلقيت واحد العدد كبير ديال الناس، العدد الكبير اللي كانوا نصحوني قالوا لي حيدي دوك المواعين من تما، ما تخليهمش معلقين، الكوزينه ما كيبقاش عندها واحد المنظر زوين. هذه انا راه قلتها لكم، انا براسي قلتها لكم في الفيديو، قلت لكم راه غادي نحيدو، انتما ما وصلتوش واقيلا لديك المقطع الفيديو. بزاف البنات اللي قالوا لكم، زعما البنات اللي وصلوا لديك المقطع الفيديو قالوا لكم راه قالتها هي، راه ديجا قالت راه غتحيد كلشي، حيت ماشي انا اللي علقتهم، هما اللي كانت علقاتهم. حيت من رمضان كانت دوزات معايا شي ايامات في رمضان، وكانوا دوك المواعين بقاو هكاك معلقين، وصافي ما من هادي لهادي لهادي صافي بقاو هكاك، ولكن راه في بالي غادي نحيدهم وحيدتهم. شنو كنت غادي نقول لكم واحد اخر، ما عنديش نظره على هاد الناس الزوينين اللي كيهضروا زوين وكينتقدوا زوين. ماشي حتى كينتقدوا، يعني كيقولوا لك شي حاجه اللي خاصها تبدل في دارك وداك الشيء، ماشي مشكل. انا بالعكس انا كنتشاور معكم في كل حاجه، انا نهضر على داك في قليله الناس، مو في قليله، ولكن راه بصراحه راه كيقولوا شي هضره راه ما لا علاقه. يعني الكوزينه شافوها بحال هكاك، وحده قالت لك، قالت لي الكوزينه دايره بحال هكا مالك، قالت لي انت كابره ما كتعرفيش تنظمي، ما كتعرفيش ديري، السيده كتعاير معايا على كوزينتي. وحق الله ما تنفهم هاد الناس، كتعاير معايا على كوزينتي. وشوفوا دابا تخيلي انت مع راسك تجي وحده تعاير معاك على كوزينتك، تقول لك مالك اختي مخليه هاد الكوزينه هكا، وانت كي دايره وكابره، ما كتعرفيش تنظمي حياتك وما كتعرفيش ديري، وتتعاير فيك عايراتك مزيان من خاتك وما خلاتلكش، علاش على كوزينتك. المهم انا ما غاديش نديها في هذا النوع هذا، لحقاش النوع ضروري كيكون ضروري، ما خصو خصك ديري واحد الغلط صغير باش 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 تنوض تهدر وما عرفت شنو دير فيك، ما بقاتش ماشي ما بقاتش في ان الواحد يكون خصو يكون كابر في داك الشيء باش يعرف ليه. انا قلت انه انا راه قلتها في الفيديو وشرحت كل شيء، غير الناس ما وصلوش لذاك المقطع عليها باش يمكن شافوا غير الاول فحكموا من داك الاول عليها، باش خصكم حتى تشوفوا.
الفيديو كامل زعما وتعرفوا شنو كاين عاد باش تقدري تحكمي. فانا ما كنهضرش على دوك الناس الزوينين اللي كيهضروا عادي، دوك على راسي، وكنحترمكم بزاف بزاف، وعارفكم باك كتبغيو لي الخير وكتبغوني ديما نكون منظمه في حياتي وداكشي، انا عارفه هادشي كامل. انا هضرت على دوك الناس تعلموا تحترموا الواحد، هادوك الناس اللي هما فئه قليله بزاف بزاف، انا عارفه هادشي وعارفه البنات الزوينين غيقولوا لي لا ما كانش عليك تردي وما كانش عليك تهضري، وانا ماشي من عادتي كاع نهضر على هذا الموضوع، ولكن كنشوف انه شي حاجه بسيطه زعما شي حاجه ما تستاهلش. وكاين شي بنات اللي الله يهديهم عرفتي كتملخك كتعايرك، لا علاش ديري وعلاش تفعلي وانتي ما كبراش في الخير وانتي ما دايراش، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ديري فوق راسك، هو الناس الزوينين اللي كيهضروا زوين، اللي كيحترموك، اللي كيقدروك، اللي كيهضروا معاك زوين، اللي كيقول لك فاطمه زهراء شنو ديري شنو ديري شغلتي في شي حاجه، كيقول لك فاطمه زهراء هادشي راه غلط اللي كديري خاصك تصلحيه، يعني بطريقه زوينه محترمه ماشي الفعل تارك الله ينعل الله يدير ويدوي العلو لك في الوالدين، علاش على حساب كوزينه ولا على حساب بيت؟ لا ما عرفتش، ما بدون تعليق والله الا بدون تعليق، والله ما عرفت كيفاش غادي ندير نعلق على هذه الحاجه هذه، يعني ما ودابا غتلقايهم في هذا الفيديو غتلقايهم ثاني غتلقاي نفس الشيء يقول لك لا وانت والله ينعل الله يهدي ما خلق هادشي ما غادي نقوله. المهم هادشي علاش بغيت نهضر معاكم، وهادشي علاش بغيت زعما نوضح لكم انه الكوزينه ضروري يعني حاجه بحاجه. انا كنت قلتها لكم في الفيديو قلت لكم راه بزاف ديال الحوايج عندي مخربقين في الكوزينه، ودابا غادي نبدا نصلح حاجه بحاجه باش الكوزينه ترجع عندي مزيانه وخاويه. قلت لكم غنحيد حتى الفران، وبزاف البنات اللي وصلوا حتى لذاك المقطع وقال لي الفران علقيه يديه من تما علقيه، قلت لكم ما عرفتش شنو غادي نديرو، قلتوا لي علقيه باش بس زعما يعطيك اتساع، وبصح عندكم الحق غادي يعطيني اتساع وغادي يعطيني واحد لي سباس زعما فين نبقى ندير بزاف د الحوايج، بغيت نطيب، بغيت نحط شي حاجه تما، بغيت زعما ديال الطياب ماشي ديال الحطاني ديال ديما. والمعن كاملين بيان صغرى غادي يتحيدوا من تما، ماشي غادي يبقاو تماك ديما، يعني عرفت ديك الفتره ديال رمضان من رمضان لهنايا كانت علقاتهم ماما وداك الشيء كانت شدات عليا لقات كتقول لي انا ملي كنبغي نقضي الشغل كنبغي الحاجه تكون حدايا، يعني نهز ونحط. قلت لها صافي خذي راحتك، يعني من ديك الساعه صافي بقاو تما، قلت من بعد غادي نحيدهم حيت انا بحالكم كتعجبني الكوزينه تكون خاويه، هادوك ديال العطريه وهادوك ديال السنيده والاتاي داكشي كلشي غادي نحيدو من تما، حيت هادوك بوحدهم دابا اللي بقاو تما مع الاخرين تحيدو. فهادشي اللي كاين زعما غادي الكوزينه غادي ترجع فواحد الحله جديده وزوينه، ودابا تشوفوها ان شاء الله. هادشي اللي بغيت نقول لكم، شكرا بزاف للبنات اللي كيهضروا زوين، اللي كنصحوني من قلبهم، واللي كيحترموا الواحد وكيهضروا زوين كيعبروا على داك المستوى ديالهم الزوين، شكرا لكم بزاف والله قلبكم زوين بزاف ونقي، ويكون حتى النظره فيكم تكون زوينه وحق الله. لحقاش القلب الزوين راه تيبان على مولاه، يعني فاش كيكون قلبك زوين راه كتبان على وجهك، كيبان القلب ديالك راه زوين، كيكون في شكل داك الانسان. المهم صافي بقى هضرت بزاف، اسمحوا لي ما كنبغيش نهضر في هذا الشيء كاع نهائيا، انتقادات وداك الشيء ما كنبغيش نهضر فيه حيت كنركز مع الناس الزوينين. ولكن دابا قلت لكم حجتني بيزار، جاتني شي حاجه اللي ما بغاتش تدخل ليا العقل، كنقول كيفاش زعما تجي وحده تلقى تعايرك وتسب فيك على حسب شي حاجه ديالك انتيا، واخا كاع تكوني بصح انتيا بخلي هذيك الكوزينه تخليها ديما هكاك، يعني شغلك هذاك، يعني كتبقى حياتك انت حره فيها، اولا يعني واخا تبقى هكاك ديما وغتجي هي تقول لك لا يلا ينعل لك الوالدين الله يدير لك الله يفعل لك وتبدا تدعي فيك وعلى كوزينه لحد الساعه بزاف نتفكرها كنبقى نقول ما يمكنش بيزار. المهم ماشي مشكل بما نركزوا في هذا الشيء، هذا الشيء ما خصناش نركزوا فيه صراحه، ولكن والله الا ضرني قلبي عليها باش جيت هضرت معكم، ماشي ضرني قلبي عليهم حيت انا كنشوف هاد لي كومونتير تنشوفهم، يعني ضروري كيكونوا في اي فيديو، واخا تكوني الفيديو ما عندك فيه حتى شي غلط، تكوني ما عندك فيه حتى شي حاجه غايجي غتجي شي وحده ما خاصها ضروري تهضر، خاصها ضروري تعبر، غتقول لك شي حاجه لا علاقه في الفيديو، تقول لك درتي شي حاجه ولا مهم خاصها ضروري تعايرك ولا تخطي فيك ولا ايوا. هذه ديال الكوزينه جاتني انا في شكل والله عمرني ما سمعتها وعمرني ما طحت في حال هذا الموقف هذا ديال المعيور وديال تعايرك وتسبك على كوزينتك، ني تعايرك وتسبك ما عرفت شنو ندير لك ما فهمتش. وحده قالت لي عطاك الله كوزينه زوينه وانت ما ولكن اللي كبر في ما عرفت شنو قالت لي ديك الهضره، عطاك الله كوزينه زوينه وما عرفتيش تصايبيها
ولكن اللي كبر ما عرفتش ديك الكلمه اللي قالت، ما عرفتهاش اول مره سمعت ديك الكلمه، وقالتها بواحد الطريقه في شكل وكتعاير و الله يهديك. شي ما نقول لك الله يهديك، راه في شكل والله بنادم باش يكون في هذا المستوى هذا، راه والله راه في شكل شكل بزاف. ما خصناش نتعمقوا في الموضوع بزاف لحقاش انا قلت لكم وجهه النظر ديالي وصافي، حتى نتوما غتجيكم في شكل، ولا شفتوا داك الكومونتير حتى نتوما غتجيكم في شكل. والله الا واحد البنت جاوبات بنت جاوبات بنت قالت ليها، قالت لها الشيء اللي تقولي راه على علاقه، يعني حشومه كاع تقولي بحال هاد الهضره وتقولي بحال هاد المعيور على شي حاجه ما كتخصكش اصلا، يعني في شكل. وحاجه واحده اخرى، كاينين شي بنات البعض حتى هما، يعني فاش كيجي عندي شي واحد ولا فاش كيجي عندي شي ضياف ولا فاش كيجي عندي شي عائله ولا شي حاجه، كيقول لك لا وعلاش حنا ما شفناش ديك العائله، ولا علاش حنا ما شفناش داك الضيف. راه ما يمكنش انايا كنشارك معاك الطياب، كنشارك معاك شي حاجه انا طيبتها انا حطيتها، كنقول لك راه جاي عندي شي حد وانا حطيت ديك الحاجه، يعني يعني افكار، يعني هادشي اللي وجدت لداك الضيف ديالي. راه ما يمكنش نشد انا داك الضيف ونقول له اجي نصورك بزاف، راه ما يمكنش، حيت ماشي كلشي كيبغي يتصور و فهمتوا، ولا نحط بلا نبدا نصور راه حشومه والله. كاين اللي كيبغي يتصور كاين اللي ما كيبغيش يتصور، يعني انا ما غاديش نمشي ونبزز على داك الانسان جاي عندي يقول لك هادي جايباني غير باش تصور بيا ولا ما نعرف ياك، والله الا كتحشمي والله الا كنحشم انا بعدا نحط ولا نبزز على داك الشخص اللي صور معايا بزز، والله الا حشومه. انا عارفه البنات المتتبعات ديالي اللي كيبغيوني بزاف بزاف، وانا كنحماق عليهم، كنهمهم انا، كنهمهم داكشي اللي كنطيب، كنهمهم داكشي اللي كنوجد، كيفاش كنوجدو، كناخذوا افكار من بعضياتنا وصافي، يعني ماشي بالضروره يعني نصور داك الشخص اللي جا عندي ولا لما صورتوش، يعني انا راه ما كاين حتى شي واحد، راه ما يمكنش، راه كلشي عنده العائلات، كنا عندنا العائلات، كنا عندنا كيجيو عندنا الضياف، كن يعني هادي ماشي شي حاجه اللي غريبه ولا شي حاجه اول مره غادي توقع ليا انا الاولى ولا، يعني الله يهدي هاد الناس هادو اللي كيبقاو يقولوا بحال هاد الهضره. لا خصنا لا، اذا ما صورتيش لينا الشخص اذا ما كاينش، وركزي مع داكشي اللي انا درت ماشي مع، المهم صافي ما كاين ماشي مشكل. هذا غير بغيت نوصل هاد الهضره لهاد الناس اللي تيبقاو يقولوا بحال هكا، يعني راه ما يمكنش، انا وصلت لكم زعما شرحت لكم انه ما يمكنش شي واحد جا عندي ما باغيش يصور ما باغيش يتصور ولا ما باغيش يبان في يوتيوب نقولوا انا لا خصك تبان معايا بزاز ولا خصك تبان معايا ضروري. انا راه كنعرف شوفوا غير انفو تيجي عندك بنادم تيجلس معاك وداكشي راه كتفهميه، كتفهميه قبل ما يهضر كتفهميه، يعني على قال لي شي كلمه راه كتفهميه راه واش باغي يبان ولا ما باغيش يبان. انا اكثريه ديال العائله ما كيبغيوش يبانوا في يوتيوب، كاين اللي كيبغي يبان في يوتيوب وكاين اللي ما كيبغيش يبان في يوتيوب، يعني داكشي على حسب ما كيكون عندهم، لا انستغرام لا فيس، كيكون عندهم فيسبوك ولا ما كيحطوش فيه تصاورهم، ما كيكون عندهم انستغرام ما كيكونوش كاع معروفين كاع في مره، فكيحشموا من الكاميرا وكيدهشوا وداكشي صافي، ما كنبغيش نبزز عليهم. ايوا صافي هادشي اللي كاين، طولت عليكم يلاه نمشي صافي. هنا الدجاج كنطاب، دهنتو بشويه ديال المطار، شويه ديال الهريسه والزبده ولا الزيت، دهنتو مزيان ودخلتو الفران، كندهنو مزيان باش ما كيجيش ناشف، ودخلتو الفران يتحمر. درت في هذيك المريقه طوبه ديال السكر، ودرت الكبده اللي كنكون سلقتها من قبل، كنقطعها انا غليظه شويه باش كتجيني ديك الدغميره واقفه. هنا راه غتبان لكم الدغميره بحال قليله شويه، ولكن هي راه ما قليله ما والو، جايه نيشان مع دوك جوج دجاجات، جايه كتبان لكم قليله لحقاش الطنجره تبارك الله كبيره، يعني هاد راه تهز خمسه ديال الفرارج. المهم واحد الحاجه اللي وقعت ليا وهنا فين غادي نتعصب ديال بصح، هي فاش جيت مونطي لكم الفيديو ما لقيتش المقاطع ديال الفيديو ديال فاش دخلت الدجاج للفران، وفاش حطيت لكم الحطه ديال الدجاج وسوقتو على خاطرو، عرفتي تعصبت ديال بصح وما عجبنيش الحال والله، عرفتو لحقاش ضربت مرة على هادشي، وفي الاخر ما تلقايش المقطع ديال الفيديو، راه ما يمكنش، راه صافي شدتني وحق الله ما عجبنيش الحال كاع نهائيا، ولكن يسمحوا لي كنبصم لكم بالعشرة على هاد الدجاج. هذا كيجي زوين بزاف، بساهل وبسيط وكيجي بنين بنين بنين، البنه ديالو راه ما يمكنش، انا كيعجبني الدجاج يكون نطيبه ويبات ولا غد ليه عاد نبقى ناكلو، كيجي بنين كتر صافي البنات. المهم سمحوا لي بزاف، ولكن راه البنه ديالو زوينه، انا كنبصم عليكم عليها على زوينه زوينه صافي. دابا دزت باش نصايب لكم الكيكه اللي قلت لكم،
فهاد الكيكه كتجي رخاميه وزوينه. غادي نحتاج فيها 3 ديال البيضات، كاس السيس، كاس السنيده، كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الماء، 3 ديال الخمارات، فانيا، وجوج ساشيات ديال الكاكاو. صافي غادي نشد كلشي، غادي نطربهم بحال هكا مزيان مزيان، حتى كي راكم عارفين ديما كنقول لكم كطربوا كلشي مزيان باش ما كيبقاوش دوك الحبيبات ديال السكر، الحبيبات ديال الطحين، هادشي ديما كنقولوا لكم طلعتوا لكم في راسكم. المهم صافي غادي نخلطها بحال هكا مزيان، غادي نقسمها على جوج، غادي ندير النص ابيض ونص كحل. صافي وانتم غتشوفوني كيفاش غادي نخدمها في داك المول، نتوما ديروا المول اللي بغيتوا، انا درت المول داك الداير اللي داك اللي كيجي هكا مزوق، ما انتم غادي تشوفوه. صافي غادي ندخلها للفران على درجه 200، غادي نشعل عليها لتحت هو الاول حتى طيب مزيان ونشم الريحه، عاد نشعل عليها الفوق والتحت، نخليها واحد 5 دقائق. فاش نشعل الفوق والتحت نخليها 5 دقائق ونخرجها، اما هي في التوتال كطيب في تقريبا في نص ساعه. صافي وغادي نخرجها وديك الساعه تقدروا تذوقوها باش ما بغيتوا. صافي هادشي اللي كاين، المهم نخليكم وهانتوما معايا. بحال هكا وكيف ما قلت لكم كتدخلوها الفران على درجه الحراره 200. صافي كتجيكم رخاميه وزوينه بزاف بزاف، المذاق ديالها ما يمكنش، وكنتمنى تعجبكم ان شاء الله. المهم كنتو سولتوني، غادي ندير لكم هذه القطعه دي بالخف دغيا، حيت كنتو سولتوني على ديك الوصفه اللي كندير اختي للتلوين ديال الشعر وكتنفع حتى الشعر كتقوي. المهم كتحتاجوا فيها قشور ديال الرمان، الورد، الخزامه، اتاي، وسبعه ديال الحبات ديال القرنفل ولا عود النوار. كنشدو هادشي كامل كنديروه مع كاسونس ولا جوج كيسان ديال الماء، وكنديروهم يتبخوا شي شويه فوق البوطه حتى كيرخيو داك اللوين، كنحيدوهم كنصفيهم، كنخليوهم يبردوا مزيان، وكنجيبو الحنه ديالنا اللي غادي نخلطوا بها هادشي. من بعد ما كيبرد لينا داك الخليط اللي صفينا كنشدوه كنخويوه على ديك الحنه ديالنا، كنخلطوا مزيان وكنزيدو ضروري زيت الزيتون باش ما ينشفش ليكم شعركم. صافي طبقوها على الشياط ديالكم، ما تخليوهاش بزاف ساعه ولا هذا، وحيدوها. صافي وكترخي واحد اللوين اللي زويون بزاف. بالنسبه لزيت الزيتون علاش قلت لكم ديروه، لحقاش ضروري خصكم ديروه باش ما يحرش لكم شعركم الحنه. صافي وكنتمنى الفيديو يعجبكم.